هذا عمل دينك، هذا الشارع مبلط مي المنطقة كلها. هذه المنطقة هي منطقة يارمجة، طبعا هي 5 مقاطعات، يارمجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. المنطقة هذه بالتحديد هي يارمجة الثانية والثالثة والرابعة. حقيقة هذه المنطقة تعاني من الإهمال، في هذه المنطقة لم نرى إلا زيارة المسؤولين مرة أو مرتين وكانت على عجالة. الشيء الثاني نعاني من نقص في الخدمات، يعني تراكم المياه الآسنة مثل ما صورت جنابك، اهتمام بالكهرباء موعدين ب 1900 عمود او محولات. حقيقه هذه الوعود بس نسمع بها بالاعلام عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لكن لم نرى اي شيء على ارض الواقع. المنطقه تعاني طبعا من فتره قله الخدمات، توجهت الكوادر حاليا لتبليط الشارع الرئيسي للمنطقه، لكن تجاهل بعض الخدمات مثل المي، يمكن مجاري ماكو طبعا، مجرد على التبليط مباشر. وتعودنا طبعا للاسف ان نشوف الكوادر تشتغل التبليط قبل المجاري، قبل تصريف المي، بعدين يجي بعد ما نبلط نجي نقص الشارع ونبدا نحفر مره ثانيه، يعني نخرب الشغل الاول بالعاميه نسميه. المجاري طبعا يمكن اذا تشوفون هاي المنطقه هسه الموجود صار مستنقع، صار الشارع اعلى من المنطقه اللي فوقها، فراح يؤدي الترسبات او وقوف يمكن المياه بمنطقة قد تؤدي إلى أذية طبعا لبعض الدور السكنية اللي متواجدة داخل أو ضمن المنطقة. احنا وضعنا بيارمجة الشرقية وخربوا لنا، يعني هذا شارع 15 كان ما بي كل شيء، اشتغلوا أبو عدنان جاب تيكل بشهر 11 تراب صافي ودمر لنا، المي ما يطلع وهالشوفة تعرق دحج عليه المي، واحنا بس على أساس يبلطون لنا حفروه جابوا له تراب طينة حمر، والله بشتي على بلوك نعبر، هذا الفرع اسعاله نعبر على هذه الصفحه، مصفطين بلوك لسه موجود. طلباتنا نريد يشوفونا حل لهذا الشارع والمي، يعني هسه عندك هذا البيت اخوي المي افتر داير ما دايره، وانا فرعنا ما كان بيه كل شيء، هم خربوه، يعني هم خربوه، اشتغلوا بشهر 11 وتيكل تراب ما بيها قطره، مقاولين اشتغلوها اي هذا الشارع، روح شوفه على اساس يبلطونه وعافوه. هذا الشارع حسب ما كنا نتصل بالمهندس مدير المشروع قال الشارع انه مأشر عندنا تبليط، اجوا ناس اثروا عليهم حولوا هذا الشارع، اللغة هذا الشارع من التبليط، فايش اصبح المي، لان هذا الشارع اغلب ما مي المنطقه ينزل بهذا الشارع، فتجمع المي اصبح مستنقع.